بارك الله فيكم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحيوانات الأليفة مثل القطط وبعض الشياه الصغيرة، ما حكم اتخاذها أو تربيتها؟ لا بأس بذلك. القطط يربيها لأجل أن تتابع الحشرات عن بيته والوزغ وغير ذلك، فهي يجوز تربية القطط لأجل الاستفادة منها في مطاردة الحشرات ونحوها. نعم.